برزت من المنازل والقباب، فلم يعصر على أحد حجابي. فمنزلي الفضاء وسقف بيتي سماء الله أو قطع السحاب. فأنت إذا أردت دخلت بيتي علي مسلما من غير باب، لأني لم أجد مصراع باب يكون من السحاب إلى التراب. السلام عليكم ورحمة الله. يسرنا أن نقدم لكم اليوم البروفيسور علي شمو. السودان كمنطقة ونشأة، ومصر منطقة محطة للتزود بالعلم، ثم الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات، وجدت نفسك إنك بتطبق فيها. نعم. في محطات أخرى غابت عني أنا. والله يا أخي يعني أنا بذكر حاجات يعني مرت بالنسبة لي يعني تاريخية. نعم. يعني أنا كنت كرئيس لاتحاد إذاعات الدول العربية، واتحت لي الفرصة إنه أمشي لبروفيسور بروخ اللي اخترع النظام فعل الملون في أيوة 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 أيوة، وأمشي لديفرانس اللي اخترع نظام السكم. يعني أنت تلقى نفسك فرصة تمشي تقعد مع الزول اللي اخترع البتاع ده في معمله. نعم. ويوريك. نعم. لها. نعم. ودلوقتي أنت تشوفها كحاجة ملونة. نعم. يعني فالعمل في على النطاق العربي تحلينا احنا كمجموعة، يعني نلتقي بناس كتار يعني. نعم. وعلماء واثروا في تاريخ الحركة. نعم. نعم. الجديدة في الإعلام. نعم. يعني فعاصرناهم وشهدناهم حقيقة. نعم. علي محمد شمو. نعم. خبير الإعلامي. نعم. عندما جاء وعمل بالإذاعة السودانية في تلك الفترة، هل كان يتصور الذي يحدث الآن؟ طبعا لا، ولا قبل 5 سنوات كنت متصور الذي يحدث الآن، ولا حتى أستطيع أن أتصور الذي يحدث 17 مثلا. نعم. التغيير بقى سريع. نعم. نعم. جدا. في ناس سألوا يعني أتذكر من الحياة الطريفة جدا إنه الناس لما بدوا يتكلموا عن التطور وسرعته، وبدوا الناس يخافوا في العالم الثالث، ونشأت ما يسمى بالديجيتال ديفايد أو الفجوة الرقمية. نعم. بين الناس، سألوا الناس إنه بتين يعني متى نستطيع اللحاق بالعالم المتقدم، متى نستطيع أن نضيق هذه القوة. نعم. فاكتشفوا بعض الناس أدوا أرقام، الكلام ده في قبل ظهور هذا القرن يعني. نعم. قبل عام 2000. نعم. فناس بيقولوا والله بعد 5 سنوات، ناس بيقولوا في نهاية القرن، لكن ما في واحد قال إنه ده ما ممكن، لكن اتضح فيما بعد كل الكلام الذي قيل تخلف. نعم. وبقينا احنا النهاردة في وضع ما عنده نهاية، ولا يستطيع الإنسان أن يتنبأ بما يمكن أن يحدث لقدام. نعم. طيب بروف علي شمو، وأنت خبير إعلامي عالمي ونحسب ذلك يعني، وبشهادة الكثيرين، تأثير وسائل الإعلام على بعضها البعض، ظهور الصحافة، ثم ظهور الإذاعات، ثم ظهور التلفزيون، والآن ما يسمى بالميديا الإعلام الجديد. يعني هل يشكل
أي ظهور أي وسيلة جديدة خطورة على الوسيلة التي سبقتها، أم هنالك ما سوف يظل باقي؟ شوف التاريخ الإعلام أو تاريخ الميديا في العالم بدأ بالصحافة أو الوسيلة المطبوعة. لما ظهر وسادت يعني سنين أو قرون، نعم، بعدين لما ظهر الراديو خاصة لما بدأ البث المنتظم يعني في أكتوبر 21 يعني، نعم، بدأ الصحافة تنزعج لأنه أخذ منها كثير. طبعا الإعلام بيعتمد على الدخل بتاع الإعلام، نعم صحيح، فبدأ تنزعج حقيقة، وكان شكل بالنسبة لها خطورة كما ظنت يعني، نعم. لكن اتضح فيما بعد إنه زي ما بيقولوا بياخدوا بعض، فبيجي الراديو يعني مساعد على نشر الصحافة، نعم. وبقت تظهر إعلانات جديدة وبرامج جديدة واهتمامات جديدة، ولذلك عاشوا مع بعض. نفس المرحلة دي لما في سنة 36 بدأ التلفزيون في العالم المنتظم، نعم. كذلك هدد الراديو والصحافة المطبوعة، ولكن بعد فترة من الزمن خصوصا بعد نهاية الحرب ونمو التلفزيون في الخمسينات عاشت هذه الأجهزة مع بعض، نعم. لكن الحاصل الآن مختلفة عن ذلك، لأنه النيو ميديا أو الإعلام الجديد خطير جدا جدا على هذه الأجهزة التقليدية. يعني ما في ضابط طبعا، إلا ما في ضابط. وبعدين يعني العالم كله طبعا العولمة أو التواصل اللي بيحصل بسرعة الضوء، نعم، يعني النهارده عندك العالم ده كله بقى ما في اعتبار للزمن ولا اعتبار للمسافه، وانه الناس النهارده بقت بوسائل بسيطه جدا تستطيع ان تتعامل مع اي زول موجود على الكره الارضيه بسرعه الضوء، نعم صحيح، 300 صحيح. كيلومتر في الثانيه، صحيح. فاصبح الاعتماد على التلفزيون الوسائل التقليديه دي قل. اثر شبكه الانترنت، نعم، على العمل الاعلامي. طبعا الانترنت هو ناس بيعرفوها بين طبعا اكبر يعني مكتبة الكترونية في العالم، وفي المحتوى بتاعها ما عنده نهاية يعني مخيف، وفيه كل شيء موجود، فهي اللي بتدير العالم. طبعا حتى الناس لما يعرفوا النيو ميديا معناها اللي هو ده الاتصال عبر الانترنت، عبر الانترنت، يعني هي اساسا. لكن يا بروف انا ما عايز اقول لك حاكم الإعلام العربي أو إعلام العالم الثالث، لكن يعني وإنت الآن تلمست يعني شخصت بعض، لكن ده عايز أقول لك ما هي أسباب هذه الأزمة؟ الأزمة الفجوة بينه وبين الدول الأخرى. السياسات، السياسات يا أخ مصطفى، يعني أنت بتتكلم النهاردة النظام العالم الثالث، لما تمشي في أوروبا ولا في أمريكا ما بتلقى حكومة بتتكلم عن إعلام وعن رسالة وعن إعلام خارجي وإعلام داخل. المجتمع ذاته ماشي كده بطبيعته، الناس بتتولى هذه الأجهزة وبتعبر عن نفسها في ظل نظام حر مطلق. انت النهارده لا تستطيع ان تعمل الا باذن من الحكومه، والحكومه تتدخل في اي حاجه، في اي وقت، صحيح، وتتحكم في الرساله، وده ضار جدا بالمناسبه. يعني الضرر بتاعه قد يكون الزول المسؤول عن الحكايه دي هو سعيد، ولكن ما بشوف، نعم. وتاخير الاخبار وعدم اذاعتها في وقتها وعدم توفير المعلومات بشكل واضح والاراء، وما في حد ممكن تخبيه عن الناس في العالم ده. فأنا بتكر أسلوبنا ده إذا ما تغير حنظل نخسر كثير من المعارك. الإعلام هو اللي حيسود، هو اللي حيحكم بالمناسبة بعد شوية. يعني كل الحكومات سلطتها حتضعف، وسيطرتها على حركة المعلومات حتضعف، وسيطرتها على الوسائل الإعلام الموجودة حتضعف، ولا تستطيع أنه تسيطر عليها. وحتى لو سيطرت على أي حاجة في حدود الجغرافية لا يمكن تسيطر على السفير كله. فإحنا حقيقة يعني من ناحية التكنولوجيا ما عندنا مشكلة، لكن المشكلة كيف نستخدم هذه التكنولوجيا، وكيف نصنع خطاب، وخطاب مش بمعنى الكلام والأخبار، نعم، والسياسة،
عندما رسالة كاملة، رسالة ثقافية. أيوة. لغة وفنون وآداب. صحيح. صحيح. القوة وتشكيل القوة الناعمة. طبعا انت عايز تنقل للمجتمع، دي المسج الموجه. نعم. للناس برا. نعم. عشان الناس ما يكترون احنا ارهابيين وكذا. انا اتذكر يمكن اول ما بدوا يستخدموا الانترنت قبل 20 سنة، في واحد افتكر من امريكا بيتكلم مع الثاني عن كيف يصنع القنبلة. نعم. وبعت له بالبتاع، فطالبوا انه يتدخل في، طالبوا الحكومة الامريكية انها تدخل، وقالت لهم انا ما اقدر اتدخل لانه ده عنده حق انه يعني يتحاور. قبل يعني قبل 20 أو 30. نعم. سنة. نعم. تحدث السودانيون كثيرا عن أنه الإذاعة هي أم للتلفزيون وأم للمسرح القومي في السودان وأم أيضا للفنون الشعبية. هل ده بيجي من داخل يعني المظلة الكبيرة اللي كنا نتحدث فيها قبل قليل، اللي هي مسألة يعني التنوع الثقافي في السودان هو الذي أدى إلى هذا الـ 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 يعني إلى أن تتبنى الإذاعة السودانية من خلال خبراتها التي تراكمت عبر السنين أن تتبنى هذا الأمر، ولا هو كان توجه الدولة إنه الإذاعة هي التي تنوب عنها في هذا العمل، مع إنه كله جانب يعني عنده دور مختلف والاثنين مع بعض. نعم. وعايز أقول لك إنه الإذاعة هي الحسنة الوحيدة كانت موجودة في البلد. نعم. والتي يلجأ إليها الناس كلما أرادوا تطوير الفنون والآداب والنشاطات الثقافية المتنوعة المختلفة. نعم. يعني مثلا هذه الإذاعة التي نحن فيها الآن، لما جاء يفكروا سنة 60 أنه لازم يتعامل مسرح. نعم. ودي وزارة الإعلام استعلامات ما وجدت أولا مساحة اللي احنا فيها دي كأرض، ما وجدوا غير المساحة الموجودة الموجود فيها المسرح الآن كجزء من النطاق بتاع الإذاعة. نعم. ما وجدوا شخصي يمكن أن يساعد على إنشاء المسرح وتصميمه إلا الناس الشغالين في الإذاعة، لأنه في الصوت وفي الإضاءة وفي الصوت وفي الدراميين. بعدين الدراميين أنت عشان. نعم. المسرح النشاط اللي فيه نشاط موسيقي، نشاط غنائي، نشاط مسرحي، وده كله موجود في الإذاعة، ولذلك تحركوا الناس الموجودين في الإذاعة وهم في وزارة واحدة بنوا هذا المسرح. نعم. لما جاء فكروا في التلفزيون لم يجدوا انه الا العناصر الموجوده في الاذاعه لان اقرب العناصر للتلفزيون وكان فيهم واحد بس درس تلفزيون اظن كنت انت. ما انا بالضبط. نعم. طيب بروفيسور علي شمو، السودان يعني يتمتع بمساحات شاسعه جدا بمكونات ثقافيه مختلفه ومتعدده. نعم. يعني الا يصعب التعامل مع هذه يعني الأعداد الكبيرة جدا والقبائل الكثيرة جدا والثقافات المختلفة جدا، في أنه تحاول أن توحد من خلال خطاب وطني واحد ومن خلال ثقافة وطنية واحدة؟ أبداً. يعني كم قبيلة في السودان وكم؟ طبعا لا، كان زمان عندي العدد بتاع القبائل دي قبل أكثر من 400 طبعا. أي قريب 500 شوية. نعم. في حوالي 120 لغة. نعم. أو لهجة موجودة. نعم. وده يوريك الثراء يعني بتاع القبائل السودانية، ويوريك صعوبة إدارة هذا النوع من التنوع الثقافي. لكن التجربة بتاعتنا يعني تجربة الفنون الشعبية لما تكونت هذه الفرقة من عناصر مختلفة من قبائل مختلفة من مناطق مختلفة رجال ونساء. نعم. عاشوا مع بعض، فانت لما تجي تشوف العرض تلقى الذي يؤدي رقصة الشايقية هو من الدنكة. نعم. او. نعم. من الشلوك. نعم. تلقى الشخص اللي بيؤدي رقصة الشلوك تلقاه هو من الجعلين. نعم. وهكذا يعني اتخلقت بيئة ورت فعلا انه الشعب السوداني ده يعني ممكن يعيش كشعب متنوع. نعم. يتعايش بسلام شديد. سقطت كل الحواجز. نعم. اللغوية والإثنية وأصبحوا أسرة واحدة. نعم. وحقيقة الكلام ده بدون مبالغة، يعني احنا شهدناه هنا بيقوا أسرة واحدة
بعض منهم تزاوجوا مع بعض وعاشوا إلى هذا إلى هذا. فأنا أفتكر إنه ودي ورتنا إنه إدارة التنوع الثقافي قوة. نعم نعم مش ضعف. كان الزول لما يسمع الشعار ده يقول لك كيف يعني يكون عندك تنوع عندك بتاع ويكون ده مصدر قوة؟ ده نعم. مصدر مشاكل صحيح، لكن إحنا استطعنا أن نبرهن إنه فعلا هو مصدر قوة. الآن نحن أمام شاطئ النيل الأبيض الخرطوم قبل أن يلتقي بالنيل الأزرق، يعني يوحي لك شنو هذا النيل؟ وإنت منطقة المسلمية زي ما ذكرتها منطقة النيل الأزرق، فماذا يوحي لك النيل الأبيض والنيل الأزرق ونهر النيل عموما بعد أن يلتقيها في الخرطوم؟ أول حاجة اللون، لا ده لا ده أبيض ولا الثاني أزرق. نعم نعم. لكن طبعا يعني ده إحنا بنسميها غبش. نعم. والثاني بنسميه أزرق لكن هو أسود. نعم. قلت بالطمي، ويبدو أنا ما خبير في المواضيع دي، لكن تفسيري إنه التيار بتاع النيل الأزرق قوي جدا، ولذلك بيكون كمية الطمي. صحيح صحيح. ومندفع جاي من مرتفعات. أيوة. مرتفعات. نعم. الحاجة الثانية طبعا ده بيوحي لي إنه السودان أنا إني واقف في حتة عظيمة جدا من أعظم مناطق العالم. نعم. اللي أنا واقف فيها الآن. نعم. لأنه أنا بيني وبين نهر النيل تكوينه أقل من كيلو. صحيح صحيح. يعني صحيح. ده النيل الأبيض بعد شوية هناك يلتقي بالنيل الأزرق. نعم. ويكون نهر النيل. نعم. تمتزج فيه يعني. نعم. أيوة أيوة. يعني تمتزج فيه المياه التي جاءت من 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 قلب أفريقيا. نعم. والتي جاءت من شرق أفريقيا. من شرق أفريقيا. نعم. نعم. وبعدين شوف حوله يعني عنده حضارات. إسهام. عنده إسهام في تكوين الثقافة. بالتأكيد بالتأكيد. يعني الثقافة التي تقوم على. يعني الثقافة النيلية. نعم. يعني بعض إخواننا سكان السودان. نعم. ساكنين برا النطاق النيل. نعم. بيصفوا هذه المنطقة بأنه المنطقة النيلية. نعم. نعم. وعندنا الغرب إلى الآن. وأيوة عندنا. نعم. الغرب وعندنا الشرق المناطق. نعم. البعيدة. نعم. من النيل أو أولاد البحر زي ما أو بقوله. أولاد البحر. نعم صحيح. ودي قامت حولها حضارة. يعني مثلا لما تأخذ المنطقة من تكوين النيل هنا وانت ماشي شمالا تبدأ الحضارة المراوية الحضارة الكوشية الكوشية الحضارات. نعم. القديمة. نعم. دي. نعم. ولو مشيت من الخرطوم يعني كذا كيلومتر بتشاهد الأهرامات القديمة وشكل المعابد والحضارة. نعم. التي يعني يبلغ يعني سنها الآن حوالي 8000. صحيح صحيح. فالنيل حقيقة مكون عظيم جدا من مكونات الحضارة. الحضارة السودانية لأنه مركز بتاع استقرار. بالتأكيد بالتأكيد. يا بروف وأنت توليت يعني. نعم. مسؤوليات داخل الكابينت بتاع الحكومة يعني القيادي. نعم. لماذا لا تجد هذه الأمور الاهتمام من قبل الحكومات دائما؟ مسألة الآثار ومسألة السياحة. صحيح في وزارات في كده لكن ما في تفعيل. يعني يمكن الآن نحن في منطقة يمكن تعتبر سياحية وعظيمة جدا ولا شبيه لها زي ما أنت قلت قبل. نعم. الآن منطقة غابة السلط في الخرطوم. نعم. هذه الغابة يعني أنا بتكر في سياساتنا أو تقويمنا للأشياء خطأ. نعم. لأنه إحنا الثقافة عندنا في مرحلة متدنية من السلم. نعم. ما بنهتم بتطوير الثقافة الآثار تطوير السياحة المناطق الصيد مناطق التي يعني يحج إليها السواح. نعم. من كل أنحاء العالم. السبب عدم المبالاة. والله أنا يعني ما أنا برضو بنفسك بتسأل. نعم. لكن لاحظت الآن إنه في زي إحساس بأنه الناس عاملوا السياحة وعاملوا الثقافة معاملة غير عادلة وغير. نعم. منصفة. إذا قلنا لك انظر من ثقب باب المستقبل كيف ترى يعني مسألة السياحة في السودان الاهتمام بها يعني لدى النخبة التي تحكم أو التي يعني تخطط لمثل هذه الأمور؟ أنا بتهيألي حتقفز بسرعة للمقدمة. نعم. لأنه ده أولاً مدخل ما عنده يعني نهاية وحيد إقبال عظيم جداً من العالم المهتم بهذا النوع من السياحات الثقافية ولأنه هذا النوع يمكن
طاف بآسيا وبعض البلدان العربية أيضا فيها سياحة، ولكن هذا النوع من السياحة الموجود هنا عندنا في السودان نوع نادر جدا بالمناسبة. نعم. نعم. وليس له وجود في أي منطقة أخرى. وأنا بتهليل يعني توافد السواح حيزيد زيادة عظيمة جدا، وبالتالي حيشعر الناس بأنه بالجانب إلى الترويج الثقافي والترويج السياحي عندنا نوع من السياحة يمكن يطور هذه القضية، قضية التراث وقضية الحضارة وقضية التاريخ. وبعدين التمتع بالأمن في هذه المنطقة. نعم. هذه ميزة. نعم. طبعا. نعم. مهمة. نعم. 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 أكثر السودانيين يبروف يعني كتبوا شعر في فترة. نعم. ومرحلة مراحل الحياة. نعم. وهل أنت جربت هذا الأمر؟ أنا جربته صغير وأنا كنت أيامي طالب في المعهد. نعم. لكن فشلت، وجدت إن أنا ما عندي هذه الموهبة إطلاقاً فاعتزلتها خالص. طيب لكن مستهلك مؤكد أنا محب للشعر طبعاً، ومؤكد إنه الذي حرك دوافع كتابة الشعر هو يمكن العواطف لشاب صغير في ذلك. نعم. الوقت والحب والكذا، يعني دور المرأة في حياة البروفيسور علي شمو بدءا من الأم والعلاقات والعمات والخالات والشقيقات والجارات إلى أن والبنات حتى. نعم. الآن شوف، أنا أمي توفيت يعني وأنا صغير عمري 3 سنوات. نعم. فعندي أم تانية اللي هي زوجة أبي فربتني. سبحان. يمكن ما عايز أقول لك لو أمي كانت عايشة ما كربتني. يا سبحان الله. كما ربتني فاطمة بنت إبراهيم ربنا يا رب تقبل. نعم. فما يعني ملأت الفراغ وخلتني أنا أنشأ دون أن أشعر بفراق. نعم. الأم. بروفيسور علي محمد شمو، تجربة طويلة مهنية، تجربة طويلة في طريق الحياة، يعني تحققت فيها نجاحات كثيرة، ونود أن نسأل عن الخلاصة يعني في هذه المسيرة وما خرجت به من هذه التجارب. حقيقة أنا دائما أنظر إلى عمري، يعني أنا بلغت 84، ولما أرجع وأحاول أشوف كيف قضيت هذه السنين أجد أني يعني قضيت أكثر من 60 سنة في العمل الإعلامي. نعم. ودائما كنت بعيد نفسي من أكثر الناس اللي عملوا في هذا الحقل على الأقل في المنطقة العربية طوال هذه الفترة، وتجارب متنوعة، يعني التجربة العملية والتجربة الإدارية والتجربة السياسية والتدريب الاجتماعية، وبفتكر أنه أتحت لي فرص لم تتح لكثيرين. نعم. يعني من خلال المهنة ومن خلال العمل نفسه، وإني أنا عايشت فترة مهمة جدا حصل فيها تحول خطير جدا. نعم. في مجال الإعلام يعني. صحيح صحيح. أنا بديت من إعلام تقليدي جدا ووصلت إلى إعلام حديث جدا ورقمي، وبين هذا وذاك حدثت تطورات كثيرة جدا. نعم. أنا كنت شهود على هذه التطورات، واحد صناع وشاركت فيها. نعم. نعم. ويعني ممكن تقول يعني شاركت في صناعة كثير من. نعم. الأحداث، وبفتكر إنه أنا راضي جدا جدا عن هذه التجارب، وبفتكر إنه حان الوقت إنه يعني ندي بشعر بأنه ما في تواصل الأجيال يعني. نعم. وزي الجيل بتاعنا ده انقطع فجأة من الأجيال الثانية، وفي شكوى كثيرا. نعم. من الشباب عن أنه لم يرثوا من القدامى أو القدماء. نعم. أي تجارب أو أي فكرة أو أي يعني لكن النبوغ والعبقريات لا تورث. أنا طبعا ما كان عندي أي فكرة، أنا دراستي كان مفروض أتخرج حاجتين، يا إما قاضي شرعي أو معلم، يا إما معلم للغة العربية والدراسات الإسلامية، ده طريقي. ولذلك أنا ما عايز أقول إني ضليت الطريق فوصلت للإعلام، لكن أعتقد إنه الظروف نفسها يعني حكمت إن أنا أخذ هذه المسيرة. أخواني وزملائي الآن هم مدرسين وقضاء ومشوا في نفس الطريق، إلا أنا لم أدخل يعني هذا المجال، وأنا واضعه في الاعتبار أنه مستقبل أو مجال للاحتراف، وإنما دخلت من قبيل الصدفة. أريد أن أكون أديب
يعني أكتب القصة وأكتب الشعر ويكون عندي سهام في المجتمع وفي الفكر وفي الثقافة وفي الأدب. ده اللي كان، وأكون فنان.